ننتقل لخبر مهم جدا يتعلق بمجلس النواب. هنكون حريصين بشكل يعني شبه أسبوعي إذا ما كانش يومي إن احنا نستعرض مع حضراتكم أبرز ما يتم مناقشته تحت قبة البرلمان المصري، طبعا لما له من انعكاس مباشر بشكل كبير جدا على حياتنا وعلى واقعنا اللي احنا بنعيشه. دي مسؤولية البرلمان المصري. النهاردة مجلس النواب وافق نهائيا على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس. النهاردة وافق نهائيا بأغلبية تلتين أعضاء المجلس وقوفا على مشروع القانون الخاص بمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية اللي قدمته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. القانون اللي وافقت عليه أو اللي وافق عليه البرلمان المصري النهاردة بيمنح الحكومة حق اتخاذ التدابير الخاصة بمواجهة الجوائح، طبعا ده بعد الجائحة الخاصة بكورونا واللي كان على أثرها كان لابد من اتخاذ تدابير عاجلة ومهمة جدا. فهذا القانون بيمنح حق الحكومة المصرية في اتخاذ عدد من التدابير الهامة جدا والإجراءات الاحترازية. زي ايه؟ الحقيقة تقريبا 25 تدبير القانون بيمنح الحق للحكومة في اتخاذها. عايز اقول لحضراتكم أبرز ما جاء في هذا القانون اللي الحكومة من حقها أنها تعمله. وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، زي حظر التجول اللي حصل أثناء جائحة كورونا في بداية الجائحة طبعا. ده مثال. الحاجة التانية تعطيل العمل جزئيا أو كليا، وده كمان تم بشكل أو بآخر، لكن النهاردة أصبح في قانون بيقره بشكل رسمي داخل الدولة المصرية وده بيشمل كافة الجهات سواء العامة أو الخاصة. أيضا حق تعطيل الدراسة، وبرضو ده حصل قبل كده لكن النهاردة بقى تشريع موجود في البرلمان، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة. دي بعض من الحاجات العامة اللي ممكن تكون بتتلامس مع حياتنا الشخصية بشكل مباشر، واللي لا قدر الله في أي جائحة زي جائحة كورونا الله لا يعني لا يكررها يعني ولا يعيدها بشكل أو بآخر وينهيها على خير، هيكون من حق الحكومة المصرية أنها تتخذ هذه التدابير. وده كان بعد القانون اللي قدمته أساسا الحكومة للبرلمان المصري ووافق عليه النهاردة نهائياً.